بالضبط الخطوط كلها متكاملة يعني في الاتوال ما عدا ليندا تاك. وهنا بصراحة أنا اليوم بوم ما نعرف الظروف تاع الاتوال بتاتر شرميتي دخل شوية فلوس. ما أنا كجيش مسؤول في الاتوال نخلي شرميتي معنا نكمل به راهو تلعب كاس عربية وتلعب كاس افريقيا وتلعب مع الكاف وهذا راهو ما تلعبش مهاجم واحد واللي هو مهاجم اللي جاك وحتى توا مازال ما نجحش. دونك نتصور أنا المقياس تاع كريم العريبي اللي جابوه معنا ماهوش تاع الاتوال اللي يقولوا احنا فريق يصنع اللعب ويتركز عليه. لا هذا ملاعب يحب يروحوا في الدزويت يستنى لي سونتراج يعني معناتها حناشي معناتها المساكني اللي بصراحه لا هنا كل في الاتوال الكره تعدى على شيخاوي اليوم تتعدى على المساكني هذوما ملاعبين ديما تلقاهم في ملوت التيران هما اللي مركيو بصراحه بالضبط على خاطر فما مقاييس تاخذ عليها مهاجم. دونك صريف يعني جيب مهاجم ما ينجحش جيب معناها الامثله عديده معناها المهاجمين المهاجم كيف كيف الاسبيرونس وتو في الاسبيرونس لوكوزال تو ما لعب حتى ماتش ولا معناها ما ماركاش. دونك الاتوال كريم العريبي اليوم بتاتر يعني مازال ما لقاش روبير تياو وما لقاش التركيبه اللي تواتيه في الاتوال ما لقاش الملاعبيه اللي باش يتمشاو معاه حسب امكانياته خاطر مش ملاعب ما تلقاش ملاعب طويل يعني بتسناه اليوم يهز كره ويدريب كما زيد جزيري معناه قصير في الطايف تلقى ملاعب يستنى يحب كره بالراس يحب سونتراج يحب بالاريتي هذا مش موجود في الاتوال اليوم.